صلى. بردان برد يا ثروة، بزيادة ها. ما معك ثروة؟ قتلت الواقعية يا رجل. كانت كويسة إلى هذه اللحظة، خربت علينا، خرفت علينا اللحظة. هذا السرور بأوروبا طال عمرك كل ما تمشي تنصدم، عند كل محطات بنزين يبيعون نظارات صفر صفر، يعني اللون اصفر. فقلت شو السالفه؟ أيوة. ليش؟ ولا جماعه من كثر ما انه يحوشهم اكتئاب من الغيوم وما يشوفون اشعه الشمس. أيوة. يبون اللون الاصفر، فقاموا يلبسون كلهم نظارات صفر. يجون عندنا يعني شمس زي الشمس، ما تشوف ربعنا اي عشان يقص على ربعنا. اي والله صح صح، اشوف اكثر نظارات اخترع بعد نظاره فيها لمبه. ليش؟ عشان يحسون ان في شمس. صدق والله شمسيه ما حلو. حلو لا والله حلوه، والله مو حلوه قهر. اي والله اي والله علي بطور على المره الجايه عشان قاعد اداري الرياضه في السعوديه. بس ما شاء الله علي شكلك بردان حيل. والله برد حيل، شغل الضوء ما قصر سر بيض الله وجهه. الله يرفع قدرك، يوم انك تحس بالصغير والكبير. الله يسلمك. التلفزيون عشان يبيع بلاي ستيشن، بس انا شلت عشان الشمس. استغفر سحبت عشان الاولاد سمروا. ها إيه الله يصلحهم. ما ناموا ولا صلى يا فجر. ربي حركتهم. ايه ما صلى الفجر. امي كانت تخلي بس شل الالوان. ليش؟ يعني شوفها قدامك بس ما هذا قمه القهر. اي يا ولد الوان، وين ادبر الوان؟ اي والله ولد كنا نتعذب نفسي امس. عادي عادي طلعنا رجال. شكو طلعنا رجال والله العظيم. ودي امشيها والله. ابلع اعطنا قصه من حقه الاهلي. قصه قصه كذا قصه يعني كذا قصه بسفارك قصه ايوه قصه شي ابو ثلث ساعه. ايوه تفهمني. ها لا والله ما ال في السرداب. لا 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 نفس جوابه. لا والله ما شفته يا المهم يا ولد لا تنسانا. ها اهم شيء ضبط له. اقول له قبل حاج قبل شويه اقول له الغدا يا عبد الله كشف الخطه اللي عندنا انكم تلقون شيء تغدون. اي هذا اهم شيء. هذا الخطه ما يدري ان خطتنا اخطط من خطتهم. اي والله ناكل اللي قدامنا. اتبغى اقول لكم حاجه ابو خالد، صح ان استفدنا من كلاكت اسبوعين والله العظيم ما في صح. استفدنا من كلاكت، قلنا انه ممكن يكون اسبوعين الحين فيلا ويمدينا. اي والله الى الحين ما اعطونا توزيع الاشخاص يعني نفس الطريقه. ما استفدنا شيء. ما استفدنا شيء. اي والله. لا بالعكس. لا هو قصده انه عندك كلاكت تجهز حق اسبوعين. ايوه تجهز على راحتك. بس يا اخي مشوار يا اخي اسبوعين انك تجيب فكره اسبوعين. هو حالات الكلاكت انك ايش في خلال اربع ايام خمس ايام تجيب فكره. انت ما فهمت ايش اقصد. فهمتك انك المفروض يعطونا من الحين عشان نحضر. المفروض يعطونا على الاقل الاسماء، بعد احنا نحضر مزاجنا ما نصير. اي صدقت الاسماء. انا اقصد الاسماء. الاسماء اللي يعطونا الاسماء خلاص. ما نفس ولا الفكره بدون اسماء. ولا مش دخل. ما فرقت كذا. تقول قصه وشي. واضح ان ندور شيء. ندور اي شيء. اصلا ابو خالد ضرب انا البرد. والله بيني وبينك ابو خالد ضارب البرد صدق متلحف. اي والله شفت الشباب. انا اللي طالع منها وانت اللي طالع منها. اقسم بالله يا ولد ولع. لا اله الا الله يا كيف بس ولع. واقعي. والله العظيم ولع يرجع. بس والله عندي الشمس ولا البرد. والله لا والله ربي حرام عليك. لا يا ابن الحرام. والله انا عندي الحين يجي الليل طال عمرك شوف شو يصير فيك. بدنا جو الليل الحين والحين جو الليل. والله العظيم يا فلت تقلب ودك ايش؟ انه جو الحين في الليل. ما هو زي الحين، الحين تنقص ثلاث درجات. ايوه ايوه وبدون شمس. بدون شمس يا تروح حط لمبه. لا ناخذ نفس نظاراتك في الليل. ايوه تكون كذا ومظله ومظله خلاص ودنا مقفل وما ترجع مره واحده وترتاح. ما هذا ما زي ذاك اللي يصب عليك ماء. لا اذا جات مطار ذي يقفلون. حيك عندك افكار والله رهيب يا اخي. كان عندي فكره بس ما يبي حلو.
والله اني صادق كان عندي نظره. انت وينك عنهم يا تقبلي المنتجع؟ ها وينك عنهم يا المنتجع؟ قد دراستي شوف. لا والله كان لي نظره للحرم يعني انا ايش تكون مظلات كذا. سووها من زمان من زمان والله من سووها والله من زمان فكرتك يعني والله الفكره من عندك لا لا ما هي من عندي بس اني كنت افكر في زي كذا والله العظيم لا انها تكون مظلات مظلات شفت المسعى كامل هذا زي حق المدينه زي حق المدينه بس يكون متحرك طبعا ما يكون ثابت ما في المسعى بزر تبيب المسعى ما في الطواف ولا مسعى طواف طواف اها الصحن هذا اذا جات شمس قويه واشتدت يفتحون المظله بس يا اخي الارض بارده سبحان الله اي الارض بارده يا حلو برادها يا اخي زمزم تحت ان شاء الله اول ما نطلع من هنا سوا بدون حق البرايم نروح نعتمد خلاص نمسك على طاري البرايم والله لو تشوف فيصل البارح ايش سويت فيه ما تصدق شنو ها فيصل خوينا لعب في نفسيته كنت فيصل خلينا نفكر بكذا صدق عشان ما نقول ان احنا نخترع انا بمشي معك حبه حبه قال لي قلت الحين نفرض بناخذها حبه حبه قال يلا قلت الحين بكرة أعلنوا 5 متسابقين برايم وأنت السادس تناظر فيني قال يا أخوي اسكت وشبه أنا بكمل أصبر تصبر بكمل قلت يا أخوي لا تكمل قلت أنا ليه أنت يعني أنت خايف أنك تطلع قال أقولك الصراحة قال أنا ما أنا بخايف وأنا تدري عادي إذا طلعت تقولك حاجة قال لي قلت ترهم إذا سمع واحد عادي عنده يطلعونه أول واحد عشان ما يبون يكسرون خاطر أحد قال أنا ما هو بعادي يقول أنا ما هو بعادي طيب ليه كيف أول شيء تقول لي عادي أطلع قال لا أنا أقصد إني يا إني الأول يا ما أبغى يا كويس قال شوف أنا يا الأول يا الثاني يا الثالث أنت قلت له إن أنت هو يقول ايه؟ أنا يا إني الأول يا لا قلت طيب أنا ما خلصت سالفتي قال يا أخو ما أبغى سالفتي ويمر من هناك عبد الله نجيبه قال يا اخي خل عبد الله نجيبه هو اللي يطلع قلت طيب دقيقه الحين خلصوا 4 رجعوا باقي 2 انتم معك واحد يا يقول هذول يقول يا اخي ما تعرف تفاول زين لو طلع ابراهيم كرهك يقول يقول لو طلعت يقول إذا خلاص طلعت أنا يا رجال عطوا المساحة قولوا له أنت تكلم ما عاد بقى لك آخر دقائق تكلم بجيب قصايدي كلها والله سرور سرور تخيل فيصل يطلع إبراهيم والله ولا راد على حد لا لا يقول قصايدي كلها والله يقول بقول قصايدي كلها حتى يمنعوني أنا طالع 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 حتى يوقفونها والله اذا طلع ابراهيم انه يكره الكره الحين تقول عبد الصاعد يقول لك لا زين قال لي انا باخذ انا الاول باخذ الاول او الثاني او الثالث قلت انا قسمها قال باخذ 300 وما ادري 200 قلت بالله الجوائز كم الثاني كم والثالث كم جوائز قال ها يدل انك ما تبغى ما تعرف قلت له سبحان انا اعرف 300 لان انا نيتي 300 الباقي ما ادري منه نظر فيني حتى انا ابغى الاول بعد تو عارف السعر شكله انا ذيك المره انت والله فات الظهر صلاه العصر ما ادري المغرب راح لناصر الحربي قال انا فاتتني الصلاه قال عادي ما في مشكله تعوض قال فاتتني الصلاه انقصتني نقاط يعني ما اخذ 300,000 لا 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 انسان كنت لقم باخذ والله البرد جلسنا ذبحنا البرد ورحنا جبنا جبن وما ادري ايش وتعشيت انا وياه عسل وجبن وطاير وما ادري ايش لين اذن امس اي اليوم اي شفتكم اي انت تمرنا من هنا إيه؟ كتب لك سيارة جاي ايش سالفتك انا تعبان نفسيا اي والله انت انضباط انت تفاعل ما عندك تفاعل اي ما عندي تفاعل قلت خلني اسكت ليش ما كلمت الجدران؟ يمكن كلمت اشتكيت ما بقيت احد اشتكيت لهم كلهم حتى اللي صار اكثر تفاعل مني اشتكيت له والله العظيم تصدق ان في واحد جاني كم تفاعلك خذ 85 مساعد 90 اسمع اسمع سؤال زاد تصدق في واحد جاني اكثر مني تفاعل جاني قال لي بالله بقول لك حاجه سؤال يعني غابني
كنت طيب. قال بالله انا اكثر منك تفاعل. يبغى اكثر. ها؟ يبغى اكثر. هو اكثر. أيوه. هو اكثر بس يقول يا اخي بس يستفسر ليش انا اكثر منك عرفت؟ والله هذا يحس على دمه. مغبون هو يقول سؤال غابني. هذا يحس على دمه من جد. بعضهم جاء 90 ويطالب يقول ليه؟ لا اللي جاء 90 وجاي يصبرك. قال شد حيلك خلك اكثر تفاعل المره الجايه. من جد. قدر. اي قدر. اوريك والله ما بقي شجره. ما احبها والله انا بغيت اشل الهواء ترى. شباب تبون هواء قوم اصب لكم ولا ما تحتاج. لا 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 استرح استرح ما لنا في الشرب. والله صادق. لا والله يا ولد بدي اشرب ظهر اللحنة. حتى اذا رحت تزور في البيوت ما بتشرب قهوه الظهر. لا والله انا لا أشرب. والله تقول على طول اكرم. والله العظيم اني اشرب انا في البيت عندي لصلاه الظهر رجعنا لازم قهوه فيه. اي بس تكون تحت شنو تحت مكيف. اي والله الحين تشرب. نقدر احنا والله نروح تحت مكيف. هذا شيء نروح تحت ظل. خلاص دخنا. خلاص خلاص قد وقفنا. تو نروح هناك. ايه وين نروح هناك يا شباب؟ لا خلاص ما عاد في وقت. انت بشرتك عادي اما لا ما اقدر والله. يا الله يا ربي بغيت تدخلني في متاهات ما لي دخل فيها. هذا فزانك. نزل نزل انضباط حقك صفر. الانضباط حقي ابشرك 85 يعني توازن. منضبط وفي الامه نفس الطريق انا كلهم في الثمانينات واحد 7 واحد 86 واحد 88. طيبه طيبه غير ما لقيها. كم صرفوا لك شنو في الانضباط وفي والله كنا 90 85 تفاعلا 90 90 وساكت ساكت. ايش تبيني اقول؟ انا قاعد نضرب امثال على 90. قول انا خلينا نرفع نسبه. قول 91 يا ابن حال. احمد سعود 100% شنو 100%؟ خال هذا قوتي الثاني لو سمحت. لا والله 100% شلون؟ قوتي الثاني الله يبارك. والله يا رجال اني انا الحين الاسبوع اللي فات والله ما فاتتني صلاه الجماعه ولا جيت لاحق. لا لا هي ولا دوره. تفرق في اشياء ثانيه يمكن. تفرق يعني عشان 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 قوتي؟ ايوه تفرق. قوتي يعني يكون سبب؟ ما لها شغل. لا لا كم لا ما لها شغل. كم لها شغل يا رجل؟ بالخصم الدرجات 70 30 ايش بك؟ خصم الدرجات مو بالش اسمه ولا لو 70 30 انا قوتي الثاني. المشكله انك كنت مستفيد شيء منها. الا والله ما تستفيد. استفيد والله ما تستفيد. والله استفيد والله ما لها علاقه يا اخي. صادق صادق بس اني ارتاح نفسيا للبراي اني ماني حوله يعني. ايش غزك هو مو مرتاح عشان محمد وياه؟ صدق والله ما يمرتاح. لا صدق صدق والله يا اخي ترى ياثر عليك اللي معك. ياثر عليك في البرايم يا اخي. يا اخي 30% انت تتكلم عن 30% يا رجل. فيه يوم 120 110 تخيل 110 يعني تعديت النسبه حقتي اصلا اللي 100%. 30 30 30 30 يعني 120 خصومات. ها خصومات؟ اي 120%. الله تخيل اربع خصومات هذه اللي شفتها بعيوني. كيف عاد الكلمات والتصرفات مخفيه. استغفر الله. هل تلاحظون حاجه ليش ثلاث مرات معي هو؟ حظك حظك سبحان الله سبحان الله. المشكله ان الصوره تطلع ترى عبد الله. ايه؟ والمشكله اني ودي تعرف لو انه غير عبد الله. ايه؟ كان والله لاحلف بس يمكن نظر عبد الله نظر محمد كلهم معي يا رجال. نفس السالفه نفس السالفه ارضى فيهم بفرق معي يعني. لا برضه الثاني ترى متساهل شوي. اي لا لا عبد الله شوي عبد الله متساهل شوي. محمد عصبي شوي متساهل فيه سريع يعني يقوم يساعدك في نفسه شوي. شوف لا لا في القومه محمد اخف. محمد ما ادري والله محمد اخف من عبد الله. جرب صح شوف الفرق. انا اشوفهم انا صحيهم دائم وحتى اشوف اذا صحاهم ما حد عبد الله محمد يقوم. ما انا عبد الله محمد شيخ الظاهر اللي معي اسمه محمد. لازم نشوف له حل. شو المشي شو المشي. رجال انا ما عاد اقدر اتحمل والله الشمس لعبت فيني. يا انكم تغيروا مكانكم يا شباب حل خلاص. شمس انا والله ما عاد اقدر. شمس شو ورد امسك امسك رجع خلاص يبدا ابو علي بعد 10 دقائق. حر اصبر. وين البرد يا علي؟ يا اخي بروح شو اسمه ازيد بطانيتين. جيب بطانيتك برد. جيب بطانيه ابو خالد جيب الفروه معك. ما
ما انت تبغى ثروه؟ طيب ابشر. لا انت بروح اجيب الدفايه اللي جابوها لنا زين. حلو. والله هني حر. ما شاء الله. شوينا. اي والله شوينا. على قلب الخيمه ها تخف شوي. اه. يا هي في ذمتي ذم. اي والله حر يا ولد. والله الجو يغلي. الشمس مو طبيعيه. وبالليل سبحان الله تقلب ثلج. ثلج سبحان الله. تقول الصبح صيف وبالليل شتاء. تخيل يا رجل تتلحف بالليل وحالتك حاله. اي والله خلينا نجي تحت الظلال. تحت الظلال هاي تحرك البرد شوي. ها؟ الهواء. اي والله. في هواء لطيف بس مش كافي. في هواء يعني الحين زين الجو. مويه يا احمد؟ ها؟ تبي مويه؟ يلا ما ردك طال عمرك. اخ. سلام. هذا شو اسمه؟ وش؟ يجهزون حق ابو علي عشان شو اسمه؟ الله يسر من غداهم. ايه ثلاثة. شوف في طبخة باقي حلوة. شو؟ اعرف اسويها البامية. بامية؟ اوه عجيبة. هذه اعرف اسويها باقي في المنيو، إذا ما اختاروها بكرة خلاص أنا باخذها يوم الخميس إن شاء الله. أضمن عليها إن شاء الله درجة حلوة. بامية بشنو؟ بامية لحم، بشوف معها سلطات بشوف معها شيء. بس أنا حتى بامية اللحم ما يبغى لها وقت. شلون؟ اللحم إيش كثر يبيله؟ أصلق اللحم، قدر الضغط ما يبغى له أقل ثلث ساعة يبغى. يا شلون تطبخها قول لي؟ اللحم اول شيء. لان في احتمال كبير انا ابوقها منك، علمني. انت بكره؟ تبوق الباميه؟ لا، انا لا تاني بقول حمد لا، حمد خلص روح. شلون طريقتها؟ بعطيك طريقتها بس لا تبوقها مني. راح ابوقها تدري ليش؟ اول مره جايب 67، والله حرام. اوه ما شاء الله. اي ما شاء الله. انا جايب 50 اول مره. مع منو 50؟ 50 مع وليد وسعد الدوسري. زين. سواء انك من الشباب ولا من ابو علي. عطنا شلون الباميه؟ تاخذ اللحم اول شيء. بعدين تسوي تحط زيت ولحم بس؟ تحط زيت شوية بصل. ايه. تحط اللحم عليه. اوكي بعدين ماي. خليه يغلي ايوه. بعدين تحط على جنب تحط بصل والباميه شوية زيت. تحط عليهم اللحم والمرق بس. بهاراتك والحك. مع عيش يبونه ولا مع شنو؟ والله ما ادري شنو. حلقة البامية مع خبز. اي والله صدق البامية. والثانية شنو الأكلة؟ في مسقعة، في ما ادري وشو. في ثلاث أربع طبخات باقي. أنت بكرة منو معك؟ والله صدق نسيت. كنا أنا ومحسن. أيوه. والثالث ما ادري منو نسيت والله. اليوم بيقول لنا ابو علي. ايه اليوم بي الحزة تنطر الدوام يخلص عشان تنحاش ترد البيت. اي أيوة والله. وتدش بالزحمه عرفت؟ تكره عيشتك. تشغل مكيفك. ايش تسوي بالزحمه؟ تاخذ دش تروق. طال عمرك بالزحمه اكون قبلها بيوم او بالدوام حلو؟ أيوة. باليوتيوب انزل لي درس يعني قصة كذي بو ساعة لربع ساعة. حلو. أنا أدري زحمة كذي. وقت الزحمة كذا. وقت الزحمة. والله أشوف الناس بنفسه وما أدري شنو وأنا مشغل هالقصة قاعد أسمعها ومستانس. مروق. إي والله. استفيد حلو. عرفت وطالع بهالعالم، تشوف هذا اللي منفس وهذا قاعد يصارخ بالتليفون. وهذا يطق طق أنا اللي غثني اللي طق هرنات، زين زحمة ليش قاعد طق هرن؟ من جد. صح ولا؟ وبعدين يعني؟ إي يعني إيش تبي؟ يبي يفضل لك الطريق يعني؟ لا إيش تبي طق هرن يعني بتطير السيارات؟ ومشكلة يكون من آخر الناس اللي ورا. أو عندك مو هذا اللي طقرن اللي بتون. إيه. إيش تبي؟ شارع مو قاعد يمشي عرفت؟ يحاول يدخل هنا شوي يرجع هنا شوي يرجع هنا. ونفسه بالمناسبة هو مؤخر لنفسه. والله مشكلة. أنا عجبني واحد كنت برا بخبر وزحمة زحمة مو طبيعية. الرجال هذا جالس بسيارته
تقدم السيارة شوي بعدين ينتبه لها يقدم شوي ماسك مع القرآن يقرأ أربع خمس آيات يقفل القرآن يمشي قدام وقف السير يفتح القرآن مرة ثانية ويقرأ والله خش والله مستغل أي ثانية بالهذا على الإشارة يقرأ القرآن والله زين بالزحمة بأي شيء فهذا هو لأن أنت لو تشوف ترى باليوم دون مبالغة هذا أنت تطلع وتجي ترى مضيع ساعتين إلى ساعتين ونص بس كذي ضايعين إيه استفيد منهم استفيد والله خاصة مثلا يكون في مناطق فيها زحمة يا رجل احنا هذه ودك تدري شو يسوون طلعت الدوامات مو نفس طلعت المدارس ايه هم المشكلة طلعت الدوامات المدارس نفس الشيء وين عندنا بالكويت مثلا ايه يا رجل زحمة قسما بالله هنا الدوامات اقل مدارس ليش الصبح مو يا بعض هنا ايه حسب مثل الجامعات لا خلى الجامعة قاعد اكلمك مدارس هم اللي اكثر شيء ايه مدارس ابتدائي متوسط ثانوي ايه ما بعض كلام فتدري شنو زحمة ايه غير العمار رايحين الحكومة الشركات الأهلية كلهم غالبية الزحمة يقول لك يقول الناس طلع الدوام في ناس تختلف دواماتها من دوامات لدوامات الصباح بس بالرجعة هتلاقي من الساعة 1 الظهر إلى الساعة مثلا 3 العصر هذه وقت الزحمة الزحمة يا رجل شيء مو طبيعي هنا عندك بالرياض هنا كنت أجي عند أخوي أم الزحمة هنا زحمة مو طبيعية عندنا بالأردن والله في بعض الشوارع مسكره يا ابن حال بالاردن هذا شارع 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 المدينه ويتسكر لجسر شو اسمه جسر الملك حسين ايه عرفت يا رجل مو صج دوال جاردنز هذا انسى مسكر قسم بالله انه في شوارع هناك ما اجيها من الزحمه اللي بعرف جيتها الزحمه وتقعد عليها ساعه بالشارع انا الحلو كانت جامعتي بشفا بدران عرفت وانا ساكن بضحيه الرشيد انزل جسر على طول اروح قريبه خمس دقائق أنا بالجامعة بالمصافط يعني من بيتي إلى مصافط الجامعة خمس دقائق يا أخي كانت عندنا إشارة في مرج الحمام عند المنيات هناك إشارات الإرسال الظاهر اسمها الإشارة ذي بدون مبالغة الصبح تمشي عليها يمكن مرة مرتين توقف الإشارة لكن تعال الساعة 3-4 لا أقول من 12-4 قسم بالله فيها زحمة مو طبيعية طبعا هي تكون رابطة خطوط اللي جاي من سحاب اللي جاي ما أدري من وين اللي جاي من وسط عمان اللي جاي من طريق المطار اللي جاي ف بدون مبالغه توقف لها 6-7 مرات من الزحمه وانت تكون مثلا ما تبغى الاشاره لا تبغى تاخذ من الاشاره يمين بس خلاص 6-7 مرات وانت واقف تحاول تدخل مثلا من قبل الاشاره بين البيوت لا تلقى طرق كلها مقفله ترجعك لوين للاشاره انت قاعد تذكرني بالماضي والله كان زحمه مو طبيعيه لا وتلقى من هالزحمة يرد يزف هلا إيه يزف عياله شكو زين ما شكو هو ما سبب الزحمة أصبر شو بتسوي يعني الحلطمة هذه والزفة بتغير شيء يعني مثلا أنا الحين تخيل أنا أطلع من الدوام الساعة 2:15 أيوه زوجتي دوامها بعيد أنا دوامي أقرب